السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ضحايا الألغام والآثار المترتبة على المدنيين نتيجة استمرار ميليشيات الحوثي بزراعتها. تشكل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي أكبر المخاطر على المواطنين في مختلف المحافظات، فبعد أن تسبب بعضها بمقتل العديد من الأبرياء، ما تزال الألغام الخفية تمثل معركة موت مؤجلة في المناطق التي زرعت فيها. التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أعلن عن إحصائية جديدة لضحايا الألغام تمثلت بمقتل 530 مدنيا و 124 عسكريا. ووفقا للتقرير الذي رصد عدد ضحايا الألغام خلال الفترة من العام 2014 إلى العام 2018، فإن الإحصائية توزعت بين النساء والرجال والأطفال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ المدنيين من خطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المناطق؟ وما هي التبعات المستقبلية على حياة الأجيال القادمة نتيجة استمرار بقاء هذه الألغام؟ قبل النقاش نتابع التقرير. ليس وحده من يبكي، فالألغام التي بترت قدم هذا الطفل أخذت الكثير من الضحايا، أطفالا ورجالا ونساء، معظمهم مدنيون، نتيجة قيام ميليشيا الحوثي بزراعة الألغام في عدة محافظات. وتتصدر تعز أولى المدن الملوثة بألغام الميليشيا. ووفق مركز الأطراف الصناعية بتعز، فإن مئات الحالات التي وصلت إلى المركز من الأطفال وكبار السن في محاولة لإعادة الحياة إلى أطرافهم المبتورة. المدينة أكثر المدينة الذي يزرع بداخل الألغام، وأكثر القصف الموجود بداخلته نتيجة الحرب. إذا لحد الآن إنه وصلوا يعني 400 ما فوق، يعني من 400 حالة باتر من الأطفال والكبار. الأطفال يعني بحدود لحد الآن يعني بحدود 53 طفل. وبحسب تحالف رصد، بلغ عدد قتل الألغام في تعز أكثر من 280 من بين 906 قتلى في 17 محافظة، بينما بلغ عدد المصابين بتعز نحو 328 من بين 417 مصابا في المحافظات. قصة الألغام في اليمن سجلت أعلى حالاتها منذ انقلاب سبتمبر 2014، وبحسب تحالف رصد فإن هذه الميليشيا هي المسؤولة المباشرة عن ضحايا الألغام، كونها استخدمتها كوسيلة حربية ضد قوات الشرعية. الإحصائيات التي وثقها تحالف رصد في تقرير حديث له عن ضحايا الألغام تشير إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعتها بشكل عشوائي بدليل حجم الضحايا من المدنيين، حيث قتل ما يقارب 660 أغلبهم أطفال ونساء، في مقارنة لعدد القتلى من العسكريين الذي بلغ أكثر من 240. جريمة زراعة الألغام خصوصا الأرضية منها في المناطق المأهولة بالسكان تجعل من المدنيين عرضة دائمة للخطر، ليس فقط لحياتهم بل حتى لمصادر رزقهم، ما يجعل التحرك المحلي والدولي لإنقاذ المدنيين ملحا وعاجلا. وللحديث ينضم إلينا من الرياض المسؤول التنفيذي لتحالف رصد مطهر البديجي. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، مرحبا، أهلا بك أستاذ مطهر. إذا تحدثنا في البداية عن الإحصائيات التي وثقتموها فيما يخص ضحايا الألغام، حدثنا بالتفصيل عنها. شكرا جزيلا. يعني للحديث عن مشكلة زراعة الألغام، أعتقد أنها أحد أهم الجرائم الخطيرة التي دأبت أو تعمل على ارتكابها ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها أو منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014. ونستطيع القول وفق الإحصائيات الصادرة من الفريق الميداني للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد، أن منذ سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018 سقط عدد 96 من معظمهم من المدنيين جراء زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للدروع، وكذلك استخدام الميليشيا أساليب حديثة في زراعة وصناعة المتفكرات والأشراك الخداعية والأفخاخ
عبر اشكال متعدده، يعني وجدنا اشياء متفجره على اشكال قطوع نقل مؤخرا تم اكتشافها في الساحل الغربي وفي المناطق المحرره مثل حيث والمناطق المتاخمه لها، وكذلك اشكال الغام على هيئه لعب واطفال ومجسمات الى اخر هذه المنظومه وجدت في او زرعت في المناطق المعزوله للسكان في المناطق التي كانت تحت سيطره الميليشيا في مدن كثيره مثل تعز ومريم ولحق والبيضاء وعدن والجوف والضالع الى اخر هذه المنظومه. ونستطيع القول ان من اجمال عدد يعني الغالبيه العظمى من المدنيين الذين سقطوا جراء هذه جراء زراعه الالغام التي زرعت بشكل عشوائي وكثيف، وخاصه في المدن والمناطق التي دارت فيها معارك بين الجيش الوطني والميليشيا، يعني سقط قرابه 713 رجل و60 امراه و133 طفل خلال هذه الفتره. وتوزعت هذه المحافظات كما ذكر تقريركم على 19 محافظه، تصدر هذه المحافظات محافظه تعز بواقع 289 قتيل و417 مصاب، ثم تليها محافظة لحج ب 117 قتيل، ثم مارب 84، ثم عدن 112، ثم البيضاء 49 الى اخر هذه المجموعات. يعني 19 محافظه التي رفضنا انتهاكات او قتلى او حالات قتلى من المدنيين فيها. ناهيك عن العدد المهول، يعني لم نستطيع الحصول او ولكن التقارير الاحصائيه والاخبار الصحفيه الصادره من بعض الجهات الحكوميه تتحدث ان هناك مليون من 600 الى مليون لغم تم زراعته من قبل الميليشيا، وهذا بفضل التركه الكبيره التي تركها صالح وسلمت للميليشيا جاهزه. يعني اذا كان تتخيل منذ 5 سنوات تم تكميم كافه الالغام من كافه المناطق العسكريه وجلبها الى المحافظه، وعندما سقطت العاصمه في 20 سبتمبر تم الاستيلاء على العدد المهول والكبير. وعلى الرغم من ان هذه المشكله والجريمه التي احنا وفق القانون وفق مبادئ القانون الانساني المكرمه وفق الاتفاقيه الدوليه اللي هي اتفاقيه اوتاوا الخاصه بحظر استخدام ونقل وتخزين وتخزين الالغام التي صدرت في 1997 ومن عضو ومصدقه وموقع فيها، يعني ترتكب ولا زالت ترتكب هذه الجرائم بحق زراعه الالغام والتي تهدد مستقبل وحضر اليمنيين اليمن ستتحمل تبعات هذه المشكله لسنوات قادمه طيب استاذ مطهر، تبعات زراعه الالغام المترتبه على حياه المواطنين كيف؟ يعني المتضرر الوحيد او المتضرر الرئيسي هو المدنيين في اليمن، لانها زراعه الالغام بهذه الطريقه وبهذه الكثافه، يعني كان في عندهم اعتقاد او لا زال الاعتقاد سائد بانه كبح عمليات التقدم الجيش الوطني والمقاومه بزراعه الالغام، تم زراعه الالغام بشكل عشوائي في كافه المناطق، تخيل على مدى 19 او في 19 محافظه واعتقد في 42 جبهه مشتعله حاليا، تم زراعه العدد المهول هذا من الالغام، والذي يتحمل او التي او المتضرر الوحيد من المدنيين الذين فقدوا اجزاء مهمه من اعضائهم، وللاسف الشديد الضحايا الوسط الاطفال والنساء عدد مهول، ويتحمل المواطنون اعباء نفسيه واقتصاديه واجتماعيه كبيره جراء هذه المشكله. هذا الجزء النقطه. النقطه الثانيه في اضرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان والمجتمعات التي زرعت داخلها هذه الالغام، يعني مثلا مع عديد من او مئات من الاسر لم تستطع العوده الى منازلها ومناطقها بسبب الخوف من زراعه الالغام او من الالغام المنتشره داخل هذه المناطق. النقطه الثانيه المناطق الزراعيه والمزارع الكثيره في عديد من المناطق في محافظات واسعه مثل الحديده وحجه وتعز والى اخر هذه المحافظات، لم يستطع السكان مزاوله اعمالهم الزراعيه بسبب
بسبب زراعه الالغام او نسميها مزارع الالغام المنتشره في هذه المناطق، وكذلك مساقط المياه يعني اثرت بشكل او باخر على حياه اليمنيين على المستوى الحالي وستؤثر على المستوى المستقبلي والمستوى الاقتصادي. نعم. طيب ابقى معي استاذ مطهر، نشرك معنا في الحديث من تعز الناشطه الحقوقيه داليا محمد. مساء الخير داليا. مساء النور عليكم جميعا. اهلا بك. في البدايه استاذه داليا، لو تحدثتينا عن تعز كنموذج لضحايا الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، ما الذي وثقتموه ورصدتموه؟ والله عملية زرع الألغام في مدينة تعز هي حتى التقارير حتى عملية الرصد اللي نحن نقوم بها داخل المدينة هي ليست حقيقية إنما تقريبيا، لأن هناك العديد من الحالات خاصة المناطق اللي هي تحت سيطرة الميليشيات أو المناطق التي هي خطوط نار. هذه المناطق نحن بسبب القصف أو بسبب القنص المتعمد نحن لا نقدر الوصول للمدنيين إلى هناك أو إنه نتم توثيقهم. أيضا المدنيين أنفسهم الذين في خطوط النار أو في ظل المناطق اللي هي تحت سيطرة الميليشيات استفعاقهم من المناطق اللي نحن مسيطرين عليها كي نتم التوثيق، إنما ما تم توثيقه سواء نحن كناشطين أو جمعيات أو أناس حقوقيين هي للحالات التي نتم التوصل إليها. مثلا الآن على سبيل المثال بس كتقريبي في لعام 2018 معنا 289 قتيل، هذا ضحايا الألغام. معنا 417 جريح، هذا اللي ما بين طفل وامرأة. إذا كان بس فقط في خلال سنة 2016 10 قرى تم تهجيرهم من الجهة الغربية لمدينة تعز، وتم زرع المناطق هذه كامل بالألغام من قرى من أراضي زراعية. لذلك الألغام وعملية زرع الألغام التي تتم في المدن وخاصة نحن في مدينة تعز، خاصة أن مدينة ما زال الآن محاصرة، مدينة ما زال الآن خاصة مستمر، عملية الزرع يتم فيها بشكل عشوائي بشكل جنوني. نعم. إذا كان قبل يومين فقط تم زرع مناطق جديدة بالجهة الغربية لمدينة تعز. نعم. نعم داليا تسمعينني؟ نعم. طيب استاذه داليا، الاضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب هذه الالغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي باشكال مختلفه وبطرق عشوائيه. الاضرار طبعا صعب انه واحد يوصفه او انه يوجزه. الاضرار هنا اقتصاديه، اضرار بشريه، كم إلا يا حالات إعاقة أنتجت لنا هذه الألغام للأطفال من سنتين إلى 10، هذا بس على مستوى عمر الأطفال. الآن إحنا معنا عشرات الأطفال بل آلاف الأطفال معاقين، الذي بدون أطراف علوية أو سفلية أو الأطراف العلوية والسفلية مع بعض غير الحاجة اللي والعبوات الناسفة. كم معنا يا ضحايا مدنيين يتم العودة مثلا في حال أنه هناك تم تحرير منطقة من الميليشيات، المدنيين يحاولوا العودة إلى منازلهم، مجرد ما يوصلوا منازلهم يتحولوا إلى أشلاهم وأهاليهم منازلهم. أيضا الأراضي الزراعية إذا كان يعتبر الآن الجهة الغربية لمدينة تعز سواء تمتد من الضباب إلى وادي الربيعي، هذه تعتبر السلة الغذائية كان لمدينة تعز، حتى إن كانت تصدر لمحافظات أخرى من مختلف المنتجات الزراعية. الآن هذه المناطق اللي كانت خصبة للزراعة الآن أصبحت كلها مزروعة بالألغام. هذه المناطق أصبحت حتى الطير حتى الحيوانات إذا داست المكان تتحول إلى أشلاء. حتى المناطق اللي داخل المدينة اللي تم تحريرها من قبل الميليشيات مثلا معانا طالة، الجهة الشرقية لمدينة تعز، قريش، هذه معانا للآن مناطق للآن محظورة، يعني ما حد قادر يرجع للمناطق هذه لأن عملية الزرع تم فيها بجنون.
العبوات الناسفة أيضا، أن هناك يعملوا لنا بأشكال مختلفة، بيوت إذا كانت بيوت تنزل للأرض، يعني تنتهي بيوت من عملية زرع الألغام أو العبوات الناسفة. لذا الألغام مشكلتها ليست بسيطة، مشكلة الألغام لن تنتهي حتى بانتهاء الحرب أو بانتهاء تحرير مدينة سعد أو اليمن. صحيح، مشكلة الألغام تحتاج لتكاتف من الجميع. طيب ابقي معي أستاذة داليا، أعود إلى الرياض مع المسؤول التنفيذي لتحالف رصد الأستاذ مطهر البديجي. أستاذ مطهر، يعني مئات الآلاف من الألغام حصدت الآلاف من الأبرياء المدنيين، نساء وأطفال وشيوخ وأيضا عسكريين، كيف رصدت وتابعت موقف مجلس حقوق الإنسان وأيضا المنظمات الدولية عندما تتابع هذه الأرقام المخيفة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بسبب زراعة الألغام في كل مكان وبطرق عشوائية؟ شكرا جزيلا. يعني اتفق مع زميلتي انه فعلا حاجه، اولا قبل الاجابه على السؤال، انه نحن بحاجه الى مسوحات دقيقه ومعمقه تتضافر فيها جهود عديد من الجهات، اهمها الجهات الحكوميه، والوقوف على عدد حقيقي اولا لعدد الالغام المزروعه بشكل يعني عشوائي وكبير، وخاصة في المناطق الصحراوية والزراعية والمأهولة للسكان، وثانيا بالأعداد التي سقطت. وفعلا جهود المجتمع المدني إلى حد هذه اللحظة جهود تشكر عليها، ولكن نستطيع أن نقول أن الأرقام التي تحصلنا عليها ليست لا تمثل الحقيقة، وإنما تمثل جزء بسيط من الحقيقة. هذه النقطة التي أحب أن أشار لها. وبالعودة لسؤالك، اهتمام المنظمات الدولية يعني بدأ يؤخذ يعني في الاتجاه الصحيح. المنظمة الدولية للحماية اهتمت كثيرا وتابعت ما يتعرض له المدنيين من انتهاكات جسيمة جراء زراعة الألغام، وعلى المستوى الإقليمي مركز الملك سلمان قام بإنشاء يعني برنامج مهم اسمه مسام، البرنامج الوطني للحد من زراعة الألغام، والذي يعمل على تأهيل الكادر البشري، وهدفه بالأهم يعني بالعام اللي هو الحد وانتشار ونزع هذه الألغام. ولكن لا زالت هذه الجهود الأممية والدولية بحاجة إلى أشكرك. من الدعم والمساعدة، ومساعدة الحكومة اليمنية في تحديد أولا تحديد مزارع الألغام المنتشرة والتدريب والتوعية ونزع هذه الألغام. يعني القضية قضية مجتمعية يجب أن تتشارك وتتوافر فيها الجهود الجميع. أشكرك مطهر البديجي المدير التنفيذي لتحالف رصد، كنت معنا من الرياض. ونشرك معنا في الحديث العميد الركن طاهر حميد الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. مساء الخير سيادة العميد. عميد طاهر مساء الخير، ربما فقدنا الاتصال بالعميد طاهر حميد، سنعود به الاتصال. ولكن أعود إلى تعز مع الأستاذة داليا الناشطة الحقوقية. أستاذة داليا، الآن يعني مع يعني ارتفاع الأرقام الكبيرة في تعز ممن تسببت ألغام ميليشيات الحوثي ببتر أطرافهم أو سببت لهم إعاقات دائمة، الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في التخفيف من معاناة هؤلاء، هل هناك مراكز لاستقبال هذه الحالات التي تتعرض لهذه الألغام؟ هل هناك اهتمام أم لا؟ أنا كداري أو كأحد الجرحى أيضا، كالناس القريبين للناس المبتورين، وكأحد أبناء منطقة الضباب الذي لدي عشرات الحالات المبتورة من الألغام، أقول لا يوجد. يعني احنا معانا داخل محافظة سعد بالكم الهائل هذا من الاعداد، سواء كانوا جيش او كانوا مدنيين، ما معانا غير مركز واحد اللي هو مركز الاطراف الصناعية في مستشفى الثورة، وهذا لا يلقى اي اهتمام. لا يعني لحد الان هناك معانا مئات الحالات التي لا تلاقي اطراف. يعني المركز يعمل بجهد ذاتي على دعم خيرين دورة. أنا كأحد الجرحى أو كناس من داخل مدينة سعد أقول دور السلطة المحلية غايب، دور الحكومة أساسا غايب في موضوع الجرحى. الكل متغيب عن وضع مدينة سعد،
خاصة الجرحى، يعني احنا الآن خاصة كم معانا يا أطفال بحاجة إلى دعم نفسي، إلى إعادة تأهيل. الآن إذا كنت أنا بس معي 10 حالات أطفال، مش قادرة أوصلهم لمركز الأطراف الصناعية، أولاً لأنه إذا وصلوا ما فيش مواد أو ما فيش إمكانيات لعمل لهم أطراف صناعية، ثانياً لأنهم أسر ثقيلة لا تمتلك حتى حق المواصلات عشان يدخلوا إلى المدينة، لذلك ما فيش لا دور سلطة محلية ولا حكومة، الكل غائب عن الجرحى وعن الفاجعة المؤلمة، خاصة بس حق الجرحى اللي هم نتيجة الأوضاع هنيك عن القرصة. نعم، شكرا لك. نعم نعم، اللي أنا أطلبه، أنا اللي أوجهه رسالة كأحد المضطربين والقريبين للناس ذات المدينة سعد. نعم، أوجه أولا رسالة للسلطة المحلية، للحكومة الشرعية، لمن لهم أصحاب السلطة والقرار، لمن لديهم نفوذ، لمن يقدروا يتحركوا للدول البرع يحملوا ملفات، يخدموا مدينة سعد على الأقل بالجانب الإنساني. أيضا المنظمات أو دول التحالف أنفسهم اللي الآن المناطق اللي يتم تحريره، لماذا لا يتم دعم الجيش الوطني بأجهزة أو بمعدات تعمل على نزع الألغام؟ الآن إحنا لدينا داخل مناطق مدينة سعد مساحات كبيرة تم تحريرها من قبل الميليشيات، لكن بسبب إنه عدم وجود الأجهزة اللي تعمل على نزع الألغام أو كشف الألغام غير موجودة، الآن المناطق إلى الآن صارت محظورة. نريد دور حقيقي من دول التحالف، من الجمعيات، أيضا نريد من الناس أصحاب القرار أن هذه الميليشيات على الأقل إنه يضغطوا عليه يكفي عملية الزرع. إذا أمس تم زرع 40 لغم في 2 كيلو بس بالجهة الغربية، هذا أمس على مستوى أمس، يعني لازم يكون في حل جذري، في عمل حقيقي، ما يكفينا يعني على الأقل الكذبة، إيش عمل جاد داخل المدينة. شكرا لك الناشطة الحقوقية داليا محمد، كنت معنا من تعز. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معدة الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.